عليكم، ربنا يسعد حياتكم ويملاها إيجاب ويملاها طاقة حلوة ويجعل أيامكم يا رب خير. أنا يعني الحقيقة في مصطلحات كده ظهرت جديد بس بتعجبني، يعني فكرة طاقة، فكرة إيجاب، فكرة طاقة سلبية، فكرة جمال روح، دي كلها مصطلحات بنسمعها ومتداولة جدا جدا واحنا بنكررها. وإيجاب، طاقة إيجابية يعني حاجة حلوة، طاقة سلبية يعني حاجة وحشة، جمال الروح احنا مش عارفة جمال الروح دي يعني ايه، بس جمال الروح. ساعات كتير بتصحي من النوم تبص في المراية تحسي ان ملامحك وحشة، تحسي ان انت معجزة، وساعات تانية تحسي ان انت مزقططة ومفرفشة. اليوم اللي بتبقي مزقططة فيه بتقومي تهدي الدنيا، يعني تنظيف بقى بيت وتبقي فريرة. اليوم اللي تحسي بوجع كده مش عارفة من ايه، وتحسي ان شكلك مش عاجبك، شكلك مالي جعدت كده، مالي عجزت كده، ما تبقيش قادرة تقومي من مكانك. علشان انا افهم يعني ايه طاقة ايجابية ويعني ايه طاقة سلبية، علشان افهم يعني ايه اكون ست حلوة، وست حلوة على فكرة دي مش حاجة عيب، انا من حقي ابص في المراية الاقي نفسي جميلة. علشان نعرف بقى كل الحاجات دي احنا هنتكلم عنها؟ لا طبعا احنا ما نعرفش، مش مذاكرين ومش دارسين، فقلنا بقى نجيب اكتر حد دارس ومثقف، دارس علوم اجتماع وعلوم إنسانية وعلم نفس وعلم جمال. معانا خبيرة أو مستشارة العلاقات الإنسانية والمعالجة بالطاقة الأستاذة هبة بن فايد. مرحبا، مساء الخيرات، مساء الحب والجمال. طيب نتكلم عن الجمال، عايز أقول حبيبتك يعني اسم الله عليكي، تسلمي ما شاء الله تبارك الخلاق، إيه القمر ده؟ يسلم لي قلبك. طيب لو أنا عايزة أبقى حلوة زيك أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أولاً الجمال قيمة. عادة لما نتكلم على الجمال نتخيله شكل أنثى جميل من برة، بس وفي الفترة الأخيرة النساء بدأت إن هي تهتم بشكلها الخارجي، بوتوكس، فيلر، شعري، إكستنشن، ركزوا على الجمال الخارجي. ما ننفوش أو نستبعدوا الجمال الخارجي لأن هو ينعكس علينا ويعطينا أكثر ثقة، بس مش هو كل شيء، يعني مش أساس الجمال. اليوم حنحكوا عن الجمال الداخلي، شنو اللي يفرق ما بين ست جميلة بس مطفية، أيوة، وست أقل جمالا بس ملفتة، تحسي أنك أنت قلبك متجه للست أقل جمالا. أيوة. ليش؟ لأن الست المطفية هي مش متصلة بقلبها، اللي منفتحة، اللي تتعاملي معاها تحسي بمشاعرها وصلتك. تمام. في ناس تتعاملي معاهم ما تحسيش بمشاعر، تحسي إن في حاجز بينك وبينهم. جمال المرأة في انفتاح قلبها. كذلك جمال الصوت، ما نحكوش عن جمال الصوت المصطنع، لأن نحن لما نهتم بجمالنا الداخلي، وحنحكوا في الحلقة كيف نوصلوا للجمال الداخلي، لما نهتم بالجمال الداخلي ينعكس على صوتنا، على ملامح وجهنا، على الهدوء، يعني تحسي الطاقة بتاعت الشخص تجذبك وانت مش فاهمة ليش. طب أنا عايز أسأل حاجة سؤال، أنا دلوقتي زي ما قلت حاجة بصيت في المراية بقالي فترة شايفة نفسي وشي، حاسة أن أنا عجوزة، حتى لو سني صغير على فكرة، فاهمة، حاسة أن أنا مش نادرة، مش ما عنديش طاقة، عينيا حزينة، أجيلك أقولك من فضلك اديني روشتة تخليني حاسة أن أنا في عيون الناس كمان حلوة. يعني أنا جيت لحضرتك دلوقتي، وعلى فكرة أرقام حضرتك قدامنا عشان اللي عايز يجي صوروا بالموبايل الأرقام. أنا زي ما قلت حكي أدي اللي أنا بحس بيه، وجيت لك قلت لك أنا حزينة لأني مش حاسة بأن أنا حلوة، وأنا ست لازم أكون حاسة أني حلو. أول شيء الجمال زي ما قلنا مش خارجي فقط، أنا مشاعري أحاسيسي، يعني مثلا الست اللي تلقي متعرضة لمصادمات، لمشاعر سلبية، تربيتنا، أهالينا، رفض الأنوثة
اصلا نحن كشعوب عربيه يرفضوا انوثتنا، شكلك، لبسك، جسمك، فحفاظا على المراه. ففي اللاواعي جوانا تخزن ان نحن شيء مش نمبر 1، فتحسي الشخص من الانثى من الداخل رافضه انوثتها، زائد صدمات، زائد مثلا متعرضه لخيانه. فالاشياء هم أسوأ حاجة تتعرض لهم المرأة. ليش؟ تأثر على مشاعري ورؤيتي الذاتية، كل حد شايف نفسه بصورة معينة من خلال التربية لحد ما نحن مثلا في علاقاتنا وصلنا لسن النضج، كل مشاعرنا بتأثر على جسمنا. العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر. أنا من جواي حاسة روحي إني أنا حلوة، متحررة من مشاعر السلبية، الخوف، إني أنا مش متقبلة ذاتي، إني أنا شيء عار كأنثى. كل حد كل ثقافته، كل المشاعر اللي جوانا هي بتنعكس على شكلنا. وأنا فعليا ما نقولش في الكلام هو، بس من خلال دراسة أنا قريتها، يعني كل الناس اللي تابعوني حيشوفوا صوري السنة اللي فاتت، يشوفوا صوري من 4 سنين، تفرق. كل من تحرر من مخاوفي ومشاعري السلبية بيبان جمال مختلف. طيب انت حضرتك هتساعديني ان انا اتحرر من كل الحاجات اللي مخلياني حاسه بكده. هل في مريض، مش عايز اقول مريض يعني، هل في حاله بتجيلك فتاخد معاكي وقت طويل وعدد جلسات كتير، وحاله تانية بتستجيب بسرعه؟ وده بيتوقف على ايه؟ يعني انا لما اجيلك واختي او جارتي، احنا الاثنين جايين لك اهو، فانا بدخل عندك في جلستين ثلاثه انت بتخليني اكسر كل الحاجات. جارتي ممكن تبقى لا، الفرق بيني وبين جار يعني، مين اللي بيتاثر بيكي بسرعه ويستفيد، ومين اللي بيقعد بقى؟ اول شيء بعيدا اني نشكر نفسي، بس الحمد لله غالب او معظم الجلسات اللي جوني، واكيد الناس اللي يسمعوني هم عارفين انا كيف مدى صدقي، يعني أنا نحاول أني فعليا طاقتي تأثر عليهم، ونعرف كيف نوصل للتفاصيل اللي هم حتى لو حد يخبي علي، فأنا في لغة الجسد، في نوع الكلام اللي يقوله، الألفاظ نفسهم نفهم هو شن يحس. الناس اللي تتغير بسرعة هو عنده استحقاق أني أنا جاهزة، نبي نتغير. في ناس ثانية واحدة، ما هو أكيد اللي حيجي لحضرتك هو مقرر أنه عايز يخف. لا، في ناس اصلا هم حاسين، في ناس يعشقوا الالم، عايشين بالالم. فهم مجرد يحسوا ان هم مرتاحين فلا يدوروا على شيء يألمهم، فهي مش جايه تتغير عشان تشيل كميه الالم. الفرق بين ان الواحده اللي تتغير بسهوله هي مستعده وهي شايفه ان هي جاهزه انها تتغير، الثانيه جايه تجرب. حد سمعني، شافني في التلفزيون، شاف فيسبوك بوست معين، يلا خلي نجرب عشان صديقتي راحت. تمام. بس هي ممكن تكون مش جاهزة. طيب، وفي مقاومة. تمام. وهل ممكن يبقى في حالات حد جايبها؟ يعني أنا مثلا جايبة بنتي عند حضرتك عشان أنا شايفة في بنتي مشاكل معينة، وبنتي في مرحلة مثلا مراهقة، بنتي في مرحلة أنوثة بس يعني ناقصة شوية، فما فيش مثلا لا تجذب يعني الجنس الاخر ليها. طب لو انا جايبه بنتي وجايلك، هل بنتك ممكن بنتي تبقى مقاومه للكلام ده؟ فعليا، يعني لو لازم الانسان يكون جاهز ومتقبل، لان المقاومه هو حيبدا مش صريح ومرتاح، ونحن بنوصله لعمق السبب. يعني انت جيتيني مثلا نتيجه، بنتي مثلا يجوها عرسان وما يكملش، مفيش جذب، فنحن ما نشوفوش للنتيجه اكثر ما انا نتكلم معاها، نعرف السبب عشان اللي بخلي طاقتها ينفر منها الاشخاص الاخرين. فهنا المقاومه، هنا لعبتي. اني انا نكسر الحاجز يعني اللي بيني وبين الطرف الاخر، حتى لو هي جايه غصبا عنها او في مقاومه، انا هنا ذكائي اني نكسر الحاجز ونخليها تحس بالرياحيه معايا، فتبقى هي اللي بتطلب انها تيجي فعليا من غير. طيب انا دلوقتي بنتكلم اكتر عن انا عارفه طبعا ان حياتك مش تخصص سيدات بس، يعني انا عارفه كمان ان يعني في حد من الناس اللي رشحوا لنا وجود حضرتك وخلينا يعني خلونا نتصل بحضرتك، الحقيقه كان رجل وكان شاب، والحقيقه لما حكى لي انه كان هو على فكره يعني ما شاء الله علمه، متعلم في جامعات مهمه جدا ولغاته، لكن كان كل ما يروح انترفيو
يترفض. فقال لي ان ما شاء الله تبارك الله يعني انه بعد ما جال حضرتك حوالي 3 جلسات خد ثقه في نفسه عاليه جدا، واول انترفيو راحوا ما شاء الله الله اكبر ربنا يكرمه حبيبي ويزيده يعني اتعين وابتدى يبقى قائد فريقه كمان مش بس اللي كان مش واثق في نفسه. فعايزين برضو نوضح للناس ان انت مش تخصص سيدات فقط. لا اي مشكله بصي اول حاجه كلنا دون استثناء وانا اولكم ان احنا دايما محتاجين جلسات، محتاجين وعي. ليش؟ لان كل يوم نتعرض لمشاعر مختلفه، كل يوم عندنا صدمات، مواقف، خذلان. بالوعي نقدر نحن نوصلوا ان نحن نحجموا المشاعر او نقدر نديروا مشاعرنا. تمام؟ الشخص اللي يبدا ان هو فعليا يعني مشكله شغل، معقوله انا حنمشي لجلسه يعني هي مش يعني ايه يعني مش حيفكر انا شن حنقدم له الفكره. لا يا فندم بس ثانيه واحده، كل الشباب ولادنا دلوقتي، كل الشباب وشابات فكره انه عايز يروح كله بيعمل انترفيو بالظبط، ودي مشكله شائعه جدا انه بيروح مهزوز فبيفشل، فلا شكرا مع السلامه، مع انه ممكن يبقى علمه افضل من علم واحد تاني اتقبل. اقول لك ليه؟ احنا كل الحياه مبنيه على طاقه، قعدتنا دلوقتي المكان ليه طاقه، حضرتك ليك طاقه، فاحنا بنكمل بعض كطاقات. في ناس عند يعني مثلا جاي عنده مقابله شغل، لبسه شيك، عنده شهادته حلوه، السي في بتاعه يعني 5 نجوم، كل حاجه فيه بيرفكت، بس ما تقبلش. ليه؟ في عدم استحقاق من جواه، في مشاعر منذ الطفوله مكبوته ان انا ما استحقش ان انا اوصل هنا. ممكن يوصل لدرجات عاليه بس انا ما استحقش، هينزل او يترفض او مش هينجح. احنا بنشتغل على كل مشاعرك الداخليه، استحقاقك، رؤيتك. يعني احنا النهارده بنتكلم مثلا عن الجمال، احنا انا طول ما انا شايفه نفسي مثلا انا ست جميله، كل الناس طبعاً شايفيني مثلا جميله طبعا والله عليكي الله يخليكي. فانا مثلا رافضه شكل رجليا، شكل شعري، شكل ايدي، كلنا عندنا حته معينه احنا مش حابينها فينا. تمام. فانا اوريدي انا باثر طاقتي، مشاعري اتجاه ايدي او رجلي او شعري بياثر، شعري بيصدق انه انا مش ان انا لا شعري خشن. فبيدي لي طب حاضر انت شايفاني خشن فهيفضل صح صح. فاحنا دائما خصوصا مثلا قبل عمليه التجميل انا دائما بركز ان انا اخليها تحب الجزء اللي هي رايحه تعمل فيه. انا رايحه اعمل شفط البطن، لازم اتواصل مع الجزء اللي انا عايزه اعمل فيه شفط واحبه واتاسف له واقول له احنا هنفضل افضل، هنكون افضل عشان يديني افضل النتائج. يعني انا كست لازم اكون يعني بحب جسمي، بحب شكلي، بحب كلامي، يعني صورتي الذهنيه انا على نفسي لازم تكون فعليا حقيقيه. ما بمثلش انا لو ما عنديش ثقه في نفسي ودلوقتي بمثل ان انا عندي ثقه في نفسي، كلامي مش هياثر فيكم. طيب في سؤال مهم جدا عشان برضو ايه الاحراج، هل الجلسات فرديه؟ بمعنى ان انا لو جايه مثلا ومعايا بنتي او انا جايه ومعايا صديقتي او انا جايه ومعايا جوزي وعايزاكي تساعديني في حل مشكله ما، هل الجلسات معاكي بتكون فرديه ولا يعني مامتي تبقى قاعده معايا؟ لا فرديه فرديه. و حضرتك افرض انا اصريت لا انا عايزه اقعد مع بنتي اسمع مثلا؟ لا ممنوع خالص، لازم اسمع من دي وبعدين يعني لازم ادي مساحه للشخص. بصي انا جاياني البنت وهي انا لازم اتاثر فيها وتثق فيا. ايوه انا هي اصلا محتاجه حد ترتب معاه افكاره ومشاعرها. لو هي حست 1% ان انا ممكن عشان مامتها هي اللي جايباها ان انا هقول لمامتها هي قالت ايه، هتقاومني 1000000%. اللي بيخلي الجلسات تفشل انه الشخص جاي وهو بيقاوم. ايوه ان انا مش عايزه، فانا ازاي اقدر اخليكي تتقبلي نفسك وانت اصلا مقاوماني؟ صح، لان لو وجود في وجود حد يعرفني انا مش هقدر اعلن عن كل التفاصيل اللي انت عايزه تفهميها عشان تكوني صوره عن حالتي. بالظبط. يعني بس في الجلسات عندي يعني مثلا احنا كاستشاريين الميزه ان انا ممكن احل لك مشكلتك من غير ما تقوليها لي. بجد؟ يعني مثلا تقولي لي انا بحس بشعور كذا، انا اتعامل بالمشاعر والبرمجه اللي في دماغك من غير ما تحكي لي الموقف نفسه. بدليل عشان نقول للناس ان واحنا قاعدين دلوقتي قبل الهوا يعني انت قلتي لي تفاصيل
انا ما حكيتهاش. فقلت لك ايه ده؟ قلت لي حتى من لون انا في مدلولات لاشياء واللي انت قلتيه حقيقي يعني بالظبط. فانا يعني بنحني لك يعني. طيب ايه اصعب حاله او اصعب شخصيه جات لك وانت دي مش ممكن تنسيها ودي اللي خدت منك مجهود وبتتواصل معاكي دلوقتي بتقول لك شكرا؟ انا صراحه جاتني واحده من سنتين كانت بتعاني من خيانه زوجها مع اختها. يا نهار اسوح. يعني عارفة طب خيانة زوجها بس يعني ومع أختها. فيعني جاتني في حالة. طب يا جماعة بعد إذن حضرتكم نتواصل مع صفحة الأستاذة هبة بن فايد. أي واحدة عندها أي مشاكل بصوا أهو يعني صوروا بالموبايل وكل يدخل هجوم هجوم عشان كلنا محتاجين هبة والله يعني فعليا. ستات مصر كلهم كلنا محتاجين فعليا بقول لك ان انا اولكم يعني فعليا محتاجين. واللي جرب الجلسات هيدمن عليها لان خلاص انت لقيتي الطريق لنفسك. فبقول لك ان الست دي لما جاتني الخيانه بتضرب الست في انوثتها طبعا. وده اللي احنا عايزين نفصله. ايوه انه انا قيمتك الذاتية كأنثى بعيدا عن كل الانتقادات وعلاقاتي. كل الناس عندها عقد نفسية، كل الناس عندها مشاكل مع نفسها مع الآخرين تربيتها. فأنا لما بحب حد بحس إن أنا دي عيب الستات في العلاقات إن أنا أديله كل قيمتي. أنت بابا وماما كل حياتي. ثانية واحدة، ده موضوع كبير وموضوع يخص 99.9 من 10 من ستات مصر. موضوع يعني الخيانة ده يا رب ما يكتبش على حد أبدا ومش هينفع للاسف الوقت خلص. بس هبه بجد انا استفدت جدا ويا رب الناس اللي هتدخل على صفحتك تستفيد وتتواصل معاكي. وكلنا محتاجين نلاقي ذاتنا علشان نحس بجمال الدنيا. انا عايزه اختم بس اقول فضلي. تقبلي انوثتك، تقبلي ذاتك، عبري عن نفسك، روحي اماكن طبيعيه، اعملي كل شيء انت بتحبيه عشان تتواصلي مع مشاعرك وعبري عن مشاعرك. انا بحبك جدا وأنا والله اول مره التقي بيكي لكن سبحان الله اديتيني حاله حلوه جدا حبيبتي جدا وأنا الله يكرمك يا هبه. شاكرين جدا وارجوكي وعدينا تكوني معانا تاني علشان الناس تفيد ان شاء الله. الفقره اللي جايه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. هاي الستات برضه والرجاله على فكره فخليكم معانا. استكمالا لمسألة الجمال أو الإحساس بالجمال، اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت عن الإحساس بجمال الذات أو جمال الروح اللي بيتعكس على ملامحنا حتى لو إحنا مش حلوين قوي. طيب في جمال من نوع آخر هو جمال مهم جدا، هو جمال الملامح. مرات برضو بتحس إن أنت أنا متضايقة أوي مناخيري كبيرة كده وعاملة زي البطاطساية مثلا، أنا متضايقة بصراحة من وداني مطرطقت، أنا متضايقة من ملامح وشي مش بسطاني لأن فيها عيوب. فبعمل إيه؟ باخد بعضي وأروح لدكتور. مرات بيبقى رزقي حلو وحظي حلو والدكتور شاطر وما بيعمليش مشاكل أكتر من المشاكل اللي عندي لأن أحيانا بيحصل كده. فإحنا قعدنا ندعبس وندور ونسأل حالات يعني ما شاء الله تبارك الله يعني إن 100% من الحالات اللي راحت للدكتور العظيم اللي معانا دلوقتي كانت النتائج مبهرة بالنسبة لهم وغيرت حياتهم تماما. فاحنا قلنا ما نجيب الشطار بقى معايا ومعاكم والحقيقة هو شرفنا قبل كده دكتور مبروك عبد الخالق دكتوراه الأنف والأذن واستشاري تجميل الأنف والوجه ومناظير الجيوب الأنفية. دكتور انت مشرفنا. الله يخليك والله العظيم انبسط. وعايزه اقول لحضرتك الناس المره اللي فاتت كانوا يعني ممتنين جدا وجات لنا تليفونات كتير جدا كنا عايزين نعمل مداخلات مع حضرتك بس طبعا عشان الوقت وبيشكروك على علمك وعلى طمأنتك ليهم وعلى فكره ان التجميل مش بس تجميل انا رايحه. طيب لو اللي جاي لك ده جاي لك بمشكله نفسيه مع مشكلة الملامح هاي بتعالجه ازاي؟ ولا بتبتدي على طول مالكش علاقة بالتحدث معاه انسانيا وانت شايف شغلك بشكل طبي هتعمله وخلاص؟ لا طبعا هو البعد النفسي للمريض اللي بيبحث عن التجميل مهم جدا جدا
ودايما احنا في جلسات تحضير لعمليات التجميل لازم اقعد اتناقش مع المريض واتكلم معاه واشوف ايه اللي جواه، لان برضو في مشكلة معينة البين او الالم بيبقى في عدوي وفي نفسي. في ناس عندهم شيم بيتكسفوا ان هو يبقى عنده بين نفسي ومؤثر على حياته، حاسس ان دفوه معين، حاسس ان الناس كلها بتبص له ومديله احساس بعدم الثقه بالنفس في شغله، يبقى دايما متاخر في شغله. ده البين اللي هو البين السايكولوجيك اللي انا في عمليه التجميل اما بعالج البين ده بكتشف، انا بكتشف فعلا الحالات بتجيلي بعد كده انا بستغرب بينعكس داخل العياده. الاول كان داخل كده مكسوف، لا داخل مفرود، البسمه على وشه، النضاره بدات ترجع، في بستغرب في الموضوع ده، انا نفسي بستغرب بنتائج الحالات دي. فعلا المريض اما في مشكله معينه بيحلها بتنعكس على حياته، ثقته بنفسه. والحقيقه ده اللي بيميز حضرتك، ويعني من خلال كلام يعني مش عايز اقول المرضى يعني او الحالات اللي بتيجي عند حضرتك اللي تواصلنا معاهم، كانوا بيقولوا ان حضرتك عندك المساحه غير اخرين يمكن راحوا ونفروا منهم، ان لا ده مش عايز يسمعني، ده لا الدكتور طمني جدا جدا وقعدنا نتكلم. ففكره ان حضرتك بتدي مساحه كمان في الحوار عشان تفهم مريضك انا بحييك عليها. محتاج انا افهم المريض ومحتاج افهم الاكسبكتيشن توقعاته ايه في العمليه وابقى اكون واقعي معاه. فمش الكلام ده مش هيجي، انا لازم اتكلم معاه واتناقش معاه وادخل جوه دماغه واشوف ايه اللي جواه. طبعا موضوع التجميل ده عشان والنتائج اللي احنا بنحصل عليها لازم برضو نتيجه عن جوانا عن فهم عميق لطبيعه الانسجه داخل الوش. الوش ربنا الان في دي بالذات اكتر عضو بارز في الوجه واي دفوق فيه بيلفت النظر. وربنا برضو حاب العضو ده بتركيب تشريحي مختلف جدا جدا جدا. الجلد هنا ربنا بيعامله بطريقه حاجه، يعني اما احنا درسنا التشريح الانسجه لقينا الموضوع مختلف، يعني الجلد الانف مختلف عن جلد الجسم. في اربع طبقات تحت الجلد عشان تحمي الجلد، الجلد ده منعم كده. معانا صور يا دكتور؟ ايوه يا فندم. حضرتك اشرح لنا برضو عليها عشان ايه نفهم احنا، عشان احنا برضو ايه على قدنا شويه في معلش. احنا عشان برضو نحصل على النتائج اللي حضرتك قلتيها لازم يبقى نكون فاهمين الانف ديت، لان لها دور وظيفي ولها دور في الجمال. دي عضلات الانف، الناس متخيله ان ما فيش عضلات في الانف، هي طبعا لكن في عضلات، لكن هي لها وظائف معينه في شكل الانف، بتلعب دور في شكل الانف، بتلعب دور في وظيفه الانف. عشان وانا بشتغل عمليه التجميل لازم احترم هذه الطبقه ولازم احترم هذه العضلات عشان تديني الشكل اللي انا عايزه، لان الملي عندنا في عمليه التجميل بيفرق، والعضلات دي بتتحكم في حركات الانف. معلش يا دكتور يعني ايه الملي؟ عشان كده معلش عشان انا بس في ناس بيقولوا ايه انهم راحوا يعني راحوا الدكاتره فبوظ لهم الدنيا. ما حكايه الملي بيفرق دي برضو انا احب افهمها عشان نوضح للناس ان في دكتور ممكن يدمر الدنيا حتى لو على فكره زميلاتنا سافروا بره يعني فبوظوا لهم الدنيا حتى على مستوى التنفس. فمعلش اشرح لي اكتر في المنطقه دي. فعلا لان هو التركيب التشريحي بتاع الانف ربنا خلقه بطريقه معينه لان هو مجرى التنفس. فالفتحات الانف ديت في حاجه اسمها نيجاتيف بريشر، اللي انا وانا باخد نفسي لو ما فيش لو لو, لو 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 هو يعني ربنا خلقه بطريقه معينه كان يقفل على طول معانا. فربنا خلق هنا الانف جلد وفي غضاريف وفي حاجات معينه عشان تدي الشكل الحلو وتدي الوظيفه الكويسه. الحاجات دي مرتبطه ببعضها بالانسجه المختلفه بنسب معينه وبزوايا معينه، زوايا تلاقي عندنا 15 درجه 120 درجه 130 درجه، يعني انا لو غيرت في الدرجه يعني هندسه الجراحه ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. حتى احنا بندخل المريض على 3D واقعد اشرحه له، وهنا في صور زي الصوره دي مثلا دي علاقه ارنبه الانف بالوش بالزاويه، الزاويه هنا حوالي 35، لو هي رفعت او انا وانا بعمل الجراحه ما احترمتش الانسجه اللي ربنا خلقها ممكن يحصل تغيير. انا ممكن اعمل جراحه بس انا عايز اعمل جراحه جميله ناتشرال لوك ووظيفه حلوه، لان شفت حضرتك قلت ايه؟ عايز جراحه الشكل طبيعي لكن كمان الوظيفه يهمني عشان ما اثرش عليه مرضيا. لا مرضيا انا فالقصه مرضيا قصه ثانيه.
فده طب وده برضو ايه بعد اذنك؟ ده مثلا ده غضاريف الانف اللي هي في ارنبه الانف. تخيلوا الموضوع، شوفوا كذا كذا غضروف، كذا حاجه الله. متداخلين مع بعض مربوطين ببعض عشان يدينا الشكل الجميل ده، ويدينا ويحافظ على الشكل ده، ان الفتحات دي مفتوحه طول الوقت عشان الهواء يدخل التنفس، والا الموضوع يبقى احنا دميه. لو شكل بس حلو ومفيش وظيفه انا بعتبر ده دميه. لا وغير دميه، من هتعب مثلا جهازي التنفسي، رئتيني مش هاخد اكسجين كفايه. لا لا لا، مشاكل رهيبه، مشاكل طبعا. رهيبه. وده اللي احنا ايه بنركز عليه برضو، زي ما شايفين الزرع ده خط هنا من ودان هنا، يجي لازم يجي في نص ده جمال الطبيعي، وده مقياس الجمال. والخط ده مرتبط بخط من الانف هنا كده، وخط ينزل من العين تحت، دي زوايا معينه لازم المل فيها يفرق. وانا بشتغل عمليتي ابقى حاطط عينيا على الحاجات دي كلها، لان الزوايا ديت بتدي حاجه اسمها اليوجن او هلاوس. يعني انا ممكن، انا عايز ادي احساس ان الانف طويله اغير الزاويه، مش ضروري ان انا العب في الانسجه كتير. لان الفلسفه اللي انا بمشي عليها كل ما يكون التعامل باحترام شديد مع الانسجه دي انا بتكلم واضح وضوح شديد جدا جدا. العيوب العيوب ديت، لان الانف لوحدها مش مشكله، ده هنا في وانا كجراح تجميل ببص على الانف، لازم ابص على الوش كله. ده المشكله في الدقن، دقنه طويله. فانا وانا بعمل التجميل في انواع، في حاجه اسمها ريدكشن او التجميل ان انا اشيل حاجات، وفي اوجمنتيشن. دكتور معلش ثانيه واحده، يعني حضرتك كمان بتعمل تجميل مش بس في الانف، في الدقن مثلا؟ لو في الدقن الدقن لو كده في التيم معانا ممكن. يعني الصوره الاولى السيده اللي معانا ده مفيش دقن خالص، ده اسمها ريتروجناسيا او الدقن، مفيش في ضمور في الدقن. تمام. فانا وانا براعي التجميل هنا لازم ابص على الدقن، لازم اعمل له اوجمنتيشن، ازود الدقن. وفي اسلوب جراحي معين لتجميل الانف ما ينفعش مع الست دي والله. لازم اختار اسلوب معين عشان يتماشى مع الدقن دي. فهو الموضوع كده لازم ابص له على بعض كله، بانوراما كده، لازم يبقى كله على بعض. يعني انا ممكن اكون جاي لحضرتك واقول لك مثلا الانف عندي فيها مشكله، فانت تقولي لا ده الدقن كمان، ده الدقن فيها مشكله، فلازم الاثنين مع بعض. لازم عشان التناسق، عشان الزوايا اللي احنا اتكلمنا عليها. الله الله يبارك لك والله. طيب حاجه برضو ثانيه من الحاجات المهمه جدا اللي برضو ناس كتير اتصلوا بينا عشان حاجه اتكلمنا فيها، الكونتور بتاع الوش. الكونتور كلمنا بقى عنها، وعايزين يعني اعتقد معانا صور برضو ليها، معانا صوره اللي هي البنوته الصفراء هيجيبوها. بس كلمني عن فكره، ولما يجيبوا الصوره هقول لهم. هو طبعا الوش برضو اهي ايوه البنوته اهي دي. البنوته ديت كانت جايه لو شفنا، انا طبعا انا عملت فيها حاجه جديده قوي. أهي. انا عملت مع تجميل الانف الكونتور في نفس السيتنج، وممكن الكونتور يتعمل لوحده او يتعمل مع التجميل. ما شاء الله فرق كبير بين الانف كانت كبيره ايوه، والمخيل كلها كبيره بحاجه اسمها سوشيالست تكنيك، ما يبانش انها، مع ان انا شايل اجزاء كتير جدا من الجلد هنا بتاع الارنبه لكن ما يبانش، لان ليه تكنيك معين. وبرده ضيقت الانف من فوق، عملت لها نحت، وفي نفس الوقت ده كونتور، لان كان عندها هي لها صوره ثانيه الفات هنا، البك الفات كتير قوي عندها، فانا دخلت بالعمليه الكونتور عشان الشكل اللي احنا شايفينه ده نحوله من شكل دائري او لشكل المثلث اللي هو يعتبر من مقاييس الجمال في الوش. دكتور انت حياتك يعني غيرت التشريح الجمجمي للوش، خليته متناسق. يعني الناحيه اللي على اليمين فيها دفوهات واضحه جدا. كان هي ده كانت دهون فيها كتير، فشلت منها الدهون وشلت دهون من الشمال وسويتهم بعض، ادانا الشكل الحلو ده. في ناحيه كانت كبيره كبيره شويه، وناحيه ثانيه صغيره، وعامل لها ازمه نفسيه البنت دي. حضرتك لو شفت الصوره صغيره الصوره جت لي في العياده بعدها، انا يا روحي مبسوطه من نفسها، كانت فعلا داخله كده وحاسه ان في مشكله، ويعني اختها جايباها لا هي اللي بتتكلم. انا ملاحظه حاجه ثانيه في الصوره اللي اتعرضت، انها قلت لي شلنا دهون بس ما رهلتش ايوه، ده التكنيك اللي احنا بنشتغل. ما انا عايز افهم ازاي بقى يعني بشيل من جوه حاجات والجلد يبدا مشدود. لا برضو الموضوع محتاج خبره رهيبه، والموضوع هنا برضو فيها تركيب تشريح معين، في قنوات لعابيه المفروض ما اقربش معاه لان انا ممكن اعمل اشيل الدهون اقفل القناه اللعابيه، يحصل له مشكله في الغدد اللعابيه هنا وتورم هنا في المنطقه هنا، وندخل في قصه يا جماعه. والنبي ما نروح لاي دكتور كاتب انه دكتور تجميل، لازم والنبي نركز. هيبص تاني اهي الصوره هيبص تاني. انت قلت لي الغدد اللعابيه لو اتلمست ممكن. حضرتك اصلت نقطه اللي هي فعلا انا بنصح لازم يكون جراح عنده خبره كبيره في تجميل الانف، في تجميل الوجه، لازم الخبره، لازم سنتر فيه خبره كبيره، لان فعلا يعني ارحم ان انت ما تعملش حاجه لكن تروح بتبوظ الدنيا. لان هنا الغلطه بتفرق، وعلاجها صعب نفسيا يعني، مش نفسيا كمان على كل وماديا وصحيا. يعني انا دايما الحاله اللي تجيلي من البدايه فعلا تاخد النتيجه اللي انا محتاج اللي انا عايزها،
والمريض فعلا واسلوبنا اللي احنا بنتعامل بيه اللي هو السهل الممتنع. انا بحترم الانسجه ما بتدخلش مثلا ممكن في اساليب جراحه شيل احنا الاسلوب بتاعنا حاجه اسمها فانكشن سوشيالست تكنيك، يعني احنا بنستخدم حاجات نقلل الغرز نقلل التعامل مع الانسجه، بنحترم الانسجه على اساس تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها لان اي تورمات. طب دكتور معلش كلمني يعني ده مثلا كان حادثه بقاله 5 سنين يا حبيبي وعمل عمليه ده برغم الانف الكبيره ديت تنفسه ضعف لان في يا فندم ده في التواء يمين وشمال بنسميها كروك دونوز عندنا اللي هي تحدي العمليه لان كل الانف كلها بالعظم بالظريف مترحله او معوجه فلازم انا اهيكل الدنيا كلها وارجعها بالمنظر ده واحافظ على الوظيفه وده كان الشكل بعد العمليه. اتعملوا اسلوب جراحي معين كده ان لان الانف ده عامله زي الخيمه كده يعني اذا عمود الخيمه ده وقع الانف تفطس على طول وتعمل لنا مشكله. أيوة. فانا باخد حاجات معينه في غضاريف لو هو المريض ما عملش عمليات قبل كده ممكن اخد من داخل الانف، لكن في بعض الحالات اللي هي مرتجعه او كده بنعمل لها ريفيجن سيرجري اضطر اخد من الغضاريف الودان واعمل وارمم الحاجات اللي فقدت عشان تدينا الشكل اللي انت شفتوه ده. دكتور انا منبهره والله العظيم يعني وفرحانه بحضرتك وتاني باكد على الناس امانه عليكم اللي عنده مشكله ما نروحش لحد اصل ده الوش يعني نروح لحد نتائجه واضحه وظاهره وفاهم ومتخصص ودارس مش بس تجميل لا ده دارس كمان علم مثلا زي دكتور الانف يعني العلم الطبي يعني او الشكل الطبي مش مساله ان انا شكلي يبقى حلو ويحصل لي مشاكل وبلاوي سودة تانية لان ممكن يقول لك في حضرتك تقول لهم انتوا جيتوا يعني متاخرين وحصل مشاكل كتير. دكتور انا بشكر حضرتك جدا وشرفتني ونورتني وانا الحقيقه بستفيد جدا والله مش انا بس التليفونات اللي بتجي لنا يعني حابين حضرتك تكون معانا باستمرار. كتر الف خيرك على علمك وعلى ضميرك. حضرتك انا سعيد بوجودي مع حضرتك ان انت اتحت الفرصه ديت ان نقدر نفهم الناس يعني ايه تجميل صح وان هم يدوروا على مكان فعلا فيه خبره لان الموضوع فعلا يعني الوش ده حاجه ربنا اداها لنا نحافظ عليها. شكرا يا حبيبي والله ميرسي جدا يا دكتور حضرتك شرفتنا وانستنا. استنونا بقى الفقره الجايه فقره مهمه جدا للناس المتجوزين جديد والناس المتجوزين قديم وللستات وللرجاله فلو سمحتم خليكوا معانا لان فقره هتفيدنا كلنا. طيب الفقره دي عايزاكم تركزوا معايا فيها شويه لانها فقره الحقيقه بتخص شريحة كبيرة جدا في المرحلة دي مش عارفة ليه. من فترة كده في بنوتة بنت واحدة صاحبتي اتجوزت فأربع خمس أشهر ولقيت صاحبتي بتقول لي أنا بنتي عايزة تتطلق. أعوذ بالله ليه يا بنتي ده الولد ابن حلال ومتربي ومثقف ومتعلم فقالت لي واضح إن هي بنتها حتى محرجة تحكي لها بس في مشاكل خاصة بعلاقتهم. طبعا المفروض إن احنا ربنا يعني انعم علينا بالعلم وان في تقدم كبير جدا في يعني امراض الذكوره يعني واتقال ان لازم الطرفين يروحوا يكشفوا قبل اللي بيتجوزوا قبل ما يتجوزوا طبعا 90% ما بيروحوش لا يكشفوا ولا يعملوا الكلام ده لكن هو المفروض يحصل عشان نبقى عارفين المشاكل ونعالجها. المشكله دي ابتدت تبقى زايده جدا مشاكل الذكوره ومش عيب ان احنا نتكلم فيها لان احنا هنتكلم في مشاكل تخص ولادنا يعني او يعني الاجيال الجديده او حتى الناس اللي كبروا شويه عندهم مشاكل يعني لا ضرر في ان احنا نتكلم فيها بشكل علمي فقعدنا ندعبس كده ونشوف ايه اكتر مراكز متخصصه في علم الذكوره وقلنا لا طب ما احنا عايزين نستفيد علشان نحمي بيوتنا فقلنا نستضيف دكتور محمد هنداوي استاذ جراحه المسالك البوليه وامراض الذكوره واستاذنا الدكتور ياسر بدران استاذ جراحه المسالك البوليه برضو امراض الذكوره. مظبوط نفس الحكايه انتوا الاثنين. ايه طب ما حضرتك انا دكتور محمد هنداوي ودكتور ياسر والاثنين اساتذه جراحه مسالك بوليه وامراض ذكوره. هم الحقيقه المفروض ان هم عندهم سنتر ذكوره كلينيك وعلاقته بالاسره. طيب يا دكاتره بقى اتفقوا بقى يعني مين اللي يجاوبني الاول؟ في مشاكل حاصله ليها علاقه بالذكوره زي مشكله بنتنا اللي انا كنت بحكي عليها. طيب
هو احنا نعمل ايه يعني ها. يعني نعمل ايه قبل ما نجاوب حضرتك؟ احنا نشكر حضرتك ونشكر فريق الاعداد اللي ورا حضرتك. الحقيقه هم لمسوا حاجه في قلب المجتمع وموجوده وكتيره، اللي هي مشكلات الذكوره. انا والدكتور ياسر احنا اسسنا ذكوره كلينيك علشان نفس المجتمع ده، نفس المشكلات اللي في المجتمع. احنا جزء من الاسره، اوكي؟ الاسره احنا بندخلها من قبل تكوينها الحقيقه، يعني في فحوصات وارشادات ما قبل الزواج، دي حاجه مهمه جدا، واحنا بنوعي الناس ونقول لهم ان في حاجات معينه قبل الزواج لازم الزوجين حتى الراجل والست لازم يلجأوا لها. بالنسبه لنا احنا بنشوف الولد، والبنت بيكون ليها طبعا دكاتره النساء والحاجات دي. هل ده متاح برضو؟ يعني هل الخطيب والخطيبه يقول لكم يعني في جزء متخصص للسيدات، ولا انتوا بس مشاكل الذكوره فقط؟ يعني الخطيب بس اللي يجي لكم؟ في جزء متخصص للسيدات، لكن احنا بنتولى احنا مواضيع الذكوره. ايوه واعتقد السيدات ما بيبقاش عندهم مشكله، يعني هو هي المشكله كلها عند يعني في امراض الذكوره. هي المشكله على يعني لو احنا بصينا للمجتمع على ما يبدو ظاهريا ان كله عارف كل حاجه، لكن في الحقيقه اللي احنا بنشوفه ان اصلا ما حدش عارف حاجه. هم بيبقى شكلهم فاهمين وهم مش فاهمين حاجه والله دكتور، وده بيترتب عليه مشكلات كتيره. المهم احنا بنشوف الازواج من قبل الزواج، اذا عندهم مشكله بنبتدي نصلحهم، لان احيانا مشكلات زي اعوجاج العضو وحاجات كده ما بيبقوش واخدين بالهم منها، فاحنا لازم بنرشدهم ان دي موضوعات لها حل ولازم نحلها من قبل الزواج. طب دكتور بعد اذن حضرتك، اتفضلي. غالبا المساله دي محرجه قوي، ان الشاب قبل الجواز يجي يقول لك انا عندي مثلا مشكله كذا. مرات بيبقى هو عارف مشكلته، ومرات تانية هو مش عارف. تتعامل ازاي مع اللي عارف مشكلته ومع اللي مش عارف مشكلته؟ والله هو في الفتره الاخيره كده مدام نشوى، الحقيقه الشباب كتير جدا بقى اوير وفاهمين قوي المشاكل اللي هما بيقابلوها حتى قبل مرحله الزواج. هما بيقولي بالفعل العياده، يا دكتور احنا بنشتكي من 1 2 3، طب نعمل تحاليل ونعمل فحوصات، نقدر نقيس هرمون الذكوره، نقدر نشوف نسال اسئله نشوف قدرتهم اخبارها ايه، نقدر نطمن عن القدره الانجابيه والقدره الزوجيه. طب انا اسف من قطع كلامك، احنا هو قدامنا الارقام التليفونات، بعد حاجه بنصور بالموبايل عشان مش هنلحق نكتب، انا عارفه مش هنلاقي قلم اساسا وورقه مش هنلاقي، فبنصور بالموبايل. والارقام دي عليها واتساب علشان لو عايز تتواصل من خلال الواتساب لو مساله محرجه لحد ما تشوف حل هتعمل ايه. فالارقام موجوده اهي، ولو سمحتوا كلكم سجلوها. انا اسف قطع كلام حضرتك، بس كان لازم انا. هو بالفعل ما بيعرفش مشكلته قبل الزواج بيواجه بقى المشكله دي بعد الزواج. بالفعل احنا بنلاقي بعد الزواج ب3 4 اسابيع كده الزوج جاي والزوجه جايه وبيواجهوا مشكله اساسيه، اما يكون في عدم القدرة الرجل ان هو يحقق العلاقه الزوجيه بصوره انا كنت هسال حضرتك بشكل طبعا متحفظ، احنا يعني حضرتك عارف ايه المشكلات اللي لو ولادنا قبل ما يتجوزوا حسوا بيها بيجوا عند حضرتك؟ يعني هم الشباب عارفين المشكلات اللي ممكن يواجهوها، يعني مثلا لو عندهم ضعف قدره تمام ده لازم يجي يطمن مبدئيا، ده رقم واحد. تمام. لو ضعف القدره او ضعف الانتصاب الصباحي ده لازم يجي يطمن. تمام. لو بعد الجواز كمان حصل ان في ضعف رغبه للعلاقه الزوجيه، لان انا بشوف شابات وشباب كتير قوي، يعني بيجي لي الشاب عنده 25 سنه 30 سنه يقول يا دكتور انا العلاقه الزوجيه بقت كل شهر، طبعا صغيرين يعني جدا المفروض وكل شهرين، وساعات انا بعملها وانا بعملها كده. نقدر نكشف عليهم ونقدر نشوف السبب الموجود فين. طبعا السيدات كتير قوي الحقيقه بيعانوا من الموضوع ده، لان الموضوع ده مش زي ما يهم الرجل ويفقدوا الثقه في النفس، لا هو كمان يهم الانثى، لانها بتصاب بعصبيه مفرطه، تصاب بالام في الحوض، تصاب بالام في اسفل الظهر. فالموضوع ده مهم جدا، واحنا بننبه الازواج ان هم يقولنا الحقيقه انا كان عندي شاب وشابه ظراف جدا، وهي جايه تحكي المشكله بعد 3 شهور من الزواج وهي متفهمه جدا، وقالت لي يا دكتور انا متفهمه الوضع جدا، واحنا هنستمر بالعلاج شويه شويه، وبعدين هنعمل فحوصات وهنستمر بالعلاج، ولو ما نفعش احنا في طرق حديثه لاقامه علاقه زوجيه ناجحه بطرق طبيه مختلفه، وحتى كمان بطرق جراحيه. هل ده عند حضرتك برضه؟ حضرتك بتحققوا الكلام ده؟ طبعا. طيب طبعاً. انا يا دكتور برضه سمعت حاجه، ان انتوا المساله مش هنستنى لحد ما الولد يوصل لسن انه هيتزوج، لا ده انت كمان عند حضرتك في تخصص، ان انا كسيده انجبت الاول مره طفلي وطلع ذكر، فانا هاجي لك علشان تكشف لي برضو عليه، ولو في مشاكل من الطفوله تبتدي تساعدني انها تتحل. هل ده حقيقي؟ دي حقيقه. هو احنا الاطفال الذكور احنا بنهتم بيهم
مش من بعد الولاده، لا ده من قبل الولاده. من قبل الولاده؟ اه دلوقتي الفور دي الترا ساوند كل الستات بتعملها بيكتشفوا مشاكل في الاعضاء المسالك البوليه للاطفال دول، احنا بنتلقاهم من بعد الولاده مباشره. الحقيقه برضو دكاتره الاطفال لما بيفحصوا الطفل بعد الولاده ممكن يلاقوا الخصيه مش موجوده، ممكن يلاقوا العضو شكله ما هوش طبيعي. في حاجه بتعدي على كتير من الناس اللي هي بيقولوا عليها طهاره الملائكه، لا دي مش طهاره ملائكه ولا حاجه، ده عدم اكتمال نمو القضيب ومجرى البول، حاجه نسميها الاحليل السفلي. الحقيقه المواضيع دي احنا بنحاول نصلحها في السن البدري من سنه لسنتين، عدم وجود الخصيه احنا بنعمل لابروسكوب اللي هو منظار البطن ونشوفها فين، ونحاول ننزلها قبل ما الطفل يكمل سنه عشان نحافظ على الخصوبه بعد كده. موضوع الاحليل السفلي احنا كان في موروث ان الاحليل السفلي ده عمليه بتتعمل مره واثنين وثلاثه وترجع وتبوظ وفي الاخر تنتهي بعضو معاق ويفقد القدره بعد كده. لا احنا دلوقتي بنعمل العمليات دي بالجراحه الميكروسكوبيه اللي هي ما فيهاش فرصه لارتجاع العمليه. هما سنهم حتى اطفال؟ اه ده في سن سنه. سن سنه؟ يعني زي الطهاره مثلا كده، او ممكن معنا في نفس الوقت لو لقينا عيوب نعمل ده مع ده؟ اصل الطفل ده اذا في مشكله احنا ما بنطهرش. فبنستنى عليه لما يبقى عنده سنه وبنبتدي نعمل له العمليات بتاعتنا، احنا بنبقى مخططين هنعملها على مرحله او مرحلتين. تمام. ونبقى قايلين للوالدين الاول. هي الميزه وجود الجراحه الميكروسكوبيه خلانا نقدر نعمل العمليات دي من غير فرصه الارتجاع والكومبليكيشنز اللي كانت بتحصل. لا ما عادش هذا الكلام. الحمد لله. تحسنت سمعتها الحقيقه. لا والحقيقه احنا لازم عندنا من الوعي ان انا وانا حامل في عرفت انه ذكر حافظ اشوف ابني. الحمد لله يا رب ان شاء الله كله يبقى تمام ان شاء الله. الجراحه الميكروسكوبيه دي كمان يعني علت الرانك في عمليات برضو كانت سيئه السمعه زي عمليات دوالي الخصيه. كان معروف ان دوالي الخصيه دي تتعمل وفي 30% من الناس بترجع الجراحه التقليديه، بعد كده تطورت الموضوع وابتدت الناس تعملها بمنظار البطن، لكن لقوا ان فيها 15% بترجع، بعد كده ابتدينا نعملها بالجراحه الميكروسكوبيه. دي دلوقتي احنا بنلامس ال 100% نجاح. ما شاء الله. من غير عضويه فشل الحقيقه. طيب الدكتور في برضو حاجه اللي هي تضخم البروستاتا، دي ممكن تؤدي الى عدم الانجاب مثلا، او في مشاكل اخرى حضرتك هتكلمنا عنها وتقول للناس بشكل سريع جدا الوظيفه ايه؟ يعني وظيفه البروستاتا هي مسؤوله عن ايه؟ هي البروستاتا هي غده تقع تحت المثانه على طول، وهي تحيط بالمجرى البول زي ما الساعه بالظبط كده بتحيط بالمعصم. وظيفتها ان هي بتفرز حاجتين مهمين جدا، بتفرز 70% من السائل المنوي، وكمان بتفرز ماده بتلطف مجرى البول، لان مجرى البول اصلا حامضي، بتلطف مجرى البول قبل نزول السائل المنوي عشان السائل المنوي والحاجات المنويه ما تموتش في مجرى البول. في سن ال 40 و 50 سنه بتبدا البروستاتا تتضخم. لو تصل 50 سنه تقريبا 30% من الرجال عندهم تضخم في البروستاتا، عند سن 80 سنه 90% من الرجال عندهم تضخم في البروستاتا اللي بيشتكوا منه باعراض زي ضعف في تدفق البول، دخول الحمام متكرر، جزء من البول ما بينزلش بسهوله، في احتباس لدرجه ان هي ممكن تصل الى احتباس وتركيب كمان قسطره بوليه. يا نهار ابيض. هؤلاء الرجال الحقيقه احنا بنبدا معاهم بعلاج، والعلاج عن طريق اثنين، اما علاج هرموني او علاج مثبط للالفا، بنسميه احنا الفا بلوكر، وده بيعمل ريلاكسيشن وارتخاء كامل لعضلات البروستاتا اللي بتخليها باريحيه مطلقه تقدر تتدفق البول. ولكن العلاج الهرموني الحقيقه ما بنحبذهوش قوي الا اذا كان هو نوت اوير بموضوع العلاقه الزوجيه، مش مهتم. يعني خلاص هو مش مهتم بموضوع العلاقه الزوجيه، ولكن على العكس تماما احنا بنعمل ابحاث دلوقتي وابحاث بقالها سنين بتجري ان الناس اللي عندهم بروستاتا بنقدر نديهم علاج البروستاتا مع علاج منشطات عشان تساعد في اقامه علاقه زوجيه وكمان بتحسن تدفق البول. لو هؤلاء الرجال ما الحقيقه ما استجابوش للعلاج الدوائي بنبدا معاهم باستئصال البروستاتا عن طريق المنظار بالليزر. استئصال البروستاتا؟ استئصال تضخم البروستاتا بالليزر. طيب هل ده بيؤثر على العلاقه الزوجيه يعني؟ واكيد بيأثر على الانجاب، لان طالما البروستاتا هتستأصل مفيش حيوانات منويه. هي دي بقى الفكره الحقيقه. هو طبعا دخول الليزر وكنا احنا شغالين في بالليزر بقالنا سنين الحقيقه، قدر يوجه ازاي نقدر نستخدم طاقه الليزر في الحفاظ على القدرة الجنسية وكمان الحفاظ على السائل عشان يقدر لو هو عايز يحصل إنجاب. أنا جالي مريض عنده حاجة و40 سنة وبالفعل كان عنده احتباس في البول وتركب قسطرة وخدنا علاج وبعدين شلنا القسطرة وبرضه حصل احتباس تاني،
فاضطرينا نخش بالمنظار نستقصي البروستاتا. ازاي نقدر نستقصي البروستاتا بدون التاثير على القدره وبدون التاثير كمان على القدره الانجابيه؟ وده بيحصل وده حصل بالفعل ما شاء الله. واحنا عاملين ابحاث الحقيقه عندنا لا اكتر من 90% من هؤلاء المرضى بيستجيبوا على دكتور. ربنا ينفع بعلمكم والحقيقه وربنا يكرمكم. بس يعني سؤالي برضو فكره انتوا طبعا اكيد بيجي لكم في المركز يعني مشاكل ياما، يعني تاثير امراض الذكوره على فكره الترابط الاسري، بدليل ان في يعني واحده لسه متجوزه من 5 6 اشهر عايزه تطلق مثلا، او وهل بالعلاج ان شاء الله على ايديكم ان شاء الله الـ 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 بيحصل يعني نقول ايه وقام اسري تاني؟ يعني كلمني عن ده. هي الحقيقه هو ربنا حط فينا الغريزه علشان ضمان الترابط الاسري. اذا فقدت هذه الغريزه فاحنا فقدنا الكورنر ستون الحقيقه بتاع هذه الاسره. هي ربنا خلقنا كده وجعلناكم ازواجا وقبائل لتعارفوا. تمام. ده اللي بيضمن الترابط. اذا فقدت نبتدي الامور تتفكك، يعني في حالات بتبقى فيها تفكك فعلي لكن شكليا هم لسه مرتبطين. تمام. الحقيقه لما نبتدي وده بيؤدي لحصول مشاكل ثانيه، يعني فكره ان يبقى يعني احنا شفناها في العيادات كتير الحقيقه. يعني عند سن 40 معظم الرجاله اللي عندهم سكر عند سن ال 40 سنه بيفقدوا القدره في اقامه علاقه زوجيه ناجحه، فبيحصل انفصال. ساعات يحصل انفصال فعلي او ساعات يحصل انفصال جوه الاسره، يعني هو في مكان وهي في مكان، وده بيسبب مشاكل جامده جدا. احنا برضو بنقول للناس زمان كان اسمه ضعف او عجز، دلوقتي اسمه ضعف. ليه ضعف؟ لان بقى ليه حلول، وحلوله كتيره وحلوله متواجده وحلوله سهله جدا. وممكن يبقى حلول عند حضراتكم من غير جراحه مثلا. بالظبط. اذا كانت في الاول طبعا احنا لازم نبدا بحلول دوائيه، والحلول الدوائيه لازم تعطى بطريقه معينه وبجرعات معينه علشان نقدر ناخد منها التاثير الفعلي بجد. تمام. ولو الجرعات هذه الجرعات الدوائيه ما جابتش نتيجه، طب احنا موجود في جراحه. الجراحه زمان الحقيقه كانوا زمان بيقول طب احنا ممكن نركب جهاز تعويضي. هو ما بقاش جهاز تعويضي، الجراحات ما بقتش جهاز تعويضي. احنا بنركب زي ما سيادتك العربيه كده بيحصل فيها عطل بسيط، فاحنا بتغيري بس يا دوبك الحاجه اللي فيها بيحصل فيها عطل، ولكن ميكانيكيه العربيه كلها شغاله زي ما هي. فاحنا بنحط حاجه تدعم هذه العلاقه مع الحفاظ على كل ميكانيكيه العلاقه الزوجيه. حتى اسمها دعامه. تمام. انا كنت اسال حضرتك برضو ممكن حد يعني يقول لك لا جراحه دي ممكن لا اخاف وتاثر عليا ولا انا كويس، او بتتعامل ازاي نفسيا؟ لان احنا عندنا يعني الرجال في المنطقه الشرقيه بتاعتنا كلها ومنطقه بيبقوا شويه يعني عندهم من عزه الاعتزاز برجولتهم ان لا انا ما عنديش مشكله. لا هو بالعكس، ده هو كل واحد طبعا بيبقى عارف حاله عامل ازاي. الحقيقه الموضوع الدعامات لانها بقت بسيطه، احنا بقينا بنركب الدعامه من خلال جلد الصفن بعيدا خالص عن العضو تماما، يعني العضو لا يتاثر تماما بعمليه الجرح، لا يتجاوز الواحد سنتي من خلال جلد الصفن، وبنركبها خارج النسيج الكهفي، وده بيضمن ان هو يكون طبيعي 100%. هو اصلا يعني كتير من اللي احنا عملنا لهم الدعامات الزوجه نفسها ما تعرفش ان في حاجه حصلت. يعني ده ممكن تبقى المساله خاصه جدا، مساله زي ما قلت حضرتك مزعجه يعني للرجل الشرقي اللي عنده المشاكل دي. هل ممكن ده يحصل بشكل سري؟ يعني ممكن اللي عايز يتواصل مع حضراتكم في المركز بشكل سري، وكمان تقول لنا الجراحات دي هل بيستغرق زمن؟ ان مثلا اكيد هو هينفصل عن الاسره شويه، يعني مش هيلحق ينفصل. مش هيلحق ينفصل لانه هو بيعمل عمليه الصبح وبيروح اخر النهار. تمام. ايه ده بيروح نفس اليوم؟ ممكن ينزل شغل ثاني يوم او ثالث يوم. طب حضرتك طمنوا، ده انتوا ما شاء الله. طب هم مستنيين ايه؟ ايوه لا انا متخيله مثلا هيقعد مثلا عمليه هيقعد شهر في المستشفى ولا ثلاث اسابيع ولا لا 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 هي العمليه تقريبا بتجرى ببنج موضعي كمان او بنج نصفي. بتستغرق تقريبا نص ساعه الى ساعه الا ربع، والمريض اول ما بيحرك رجليه يقدر يخرج ويقدر يسوق عربيته ويقدر يمارس حياته الاجتماعيه عادي خالص. الحياه الزوجيه بنأجلها شويه لغايه ما هي كانت اصلا مؤجله. كانت مؤجله بقى او بتاع مش مشكله يعني ثلاث اسابيع كانها في سكه تأجيل. بالظبط بالظبط. الحقيقه كمان الميزه ان الناس اللي انفصلوا عن بعض، يعني انا جالي مريض مهندس وانفصل عن زوجته تماما عشان موضوع العلاقه الزوجيه، وهم اولادهم مهندسين ودكاتره وكده. لا بعد ما حصل وركب الدعامه هو حس بارتجاع الثقه. ايوه الثقه دي مهمه جدا. بدا يتواصل مع زوجته، بدا
يتقابلوا تاني، بدا او يرجعوا. الحقيقه بصي دي اجمل حاجه في الموضوع. طبعا الله يديكم ثواب كبير والله العظيم على فكره الاحترام كيان الاسره، دي شيء غريزي. فممكن يعني سيدات تحتمل الكلام ده، ويعني هو دي ببساطه وفي سيدات لا تحتمل طبعا، والشرع والدين محل لله انها تمشي، بس مضبوط. فكره تمشي تفشكل الاسره دي، ما هي يعني دي النقطه. زي ما قلت لسيادتك ان كان في مهندسه جات لي هي وجوزها، وهي متفاهمه جدا، احنا معاك لغايه اخر الحلول، مفيش مشكله خالص، انا عارف ان كل مرض ليه حل، والضعف بنحييها هذه السيده العظيمه جداً. بعد اذن حضراتكم هنطلع فاصل ونرجع على طول، فاصل شكراً. وهنرجع على طول ان شاء الله نكمل. مش عيب ومش حرام ان يبقى عندك مشكله، لكن الحرام والعيب ان حضرتك ما تساعدش نفسك انك تحل المشكله، وخاصه لما يكون الحل بسيط. والاساتذه الدكاتره اللي معانا الحقيقه مبسطينه جدا جدا، وبيقولوا ان كل حاجه ليها حل، ما فيش مشكله ليها علاقه بالذكوره ملهاش حل وببساطه، لكن في مشكله تانية ممكن تزعلك. بعد اذن حضراتكم الاسعار ايه؟ يعني انا اصلا يعني مش الاسعار هتقول لي كذا لا، يعني هل انا يعني اقدر اجي لك ومن غير ما اخاف؟ يعني ان مثلا عايز يتعالج ومسكله امراض الذكوره دي بتخض، لان يقول لك لا يا عم ده غاليه جدا، لا الحاجات دي غاليه جدا وكده. ما انا اقول لحضرتك الاجهزه التعويضيه لا ده غاليه جدا وكده. هو احنا لما بنقول مثلا جراحه ميكروسكوبيه الناس ممكن تتخض من الكلمه، لكن الميكروسكوب ده انا مش بشتريه لكل عيان. الميكروسكوب انا لما بشتري موبايل غالي انا مش بدفع ثمنه كل مكالمه. ايوه لا انا اشتريت الميكروسكوب خلاص، وده اوفرد لكل العالم. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا الاجهزه عندكم اعلى واحدث مستوى، وده شيء عظيم. لما نقول ان احنا بنركب الدعامه بسعر فعلا اقتصادي، لان احنا بنشتغل ناخد كميات. ثانيه واحده، الدعامه بسعر اقتصادي ما قالش رخيص، لا اقتصادي يعني اقل من رخيص. اهو انتوا يعني حاجه تسجل. اصل طيب. احنا حضرتك لما بناخد من الشركات بتورد لنا 10 او 15 دعامه في اليوم، لا فطبعا احنا لازم بنوصل معاهم لاقل سعر طيب. ممكن باسرع ما يمكن. ممكن حضرتك تعملوا لنا اوفر عشان خاطري، معلش لمشاهدين. هو احنا عاملين اوفر اوريدي يعني اللي بيجي عندنا مش لا معلش عشان خاطري بس اوفر زياده على الاوفر عشان خاطري. هو احنا لأن مش بنمشي حد زعلان، مش بنمشي حد زعلان. لا معلش برضو عشان ده طيب بسرعه خاطر يا سيد اعملوا لنا خصم ارجوكم لاولاد لبنات البلد. تحت امرك. في خصم. وقول طب قول الخصم قد ايه اللي هيجي مثلا خلال اسبوع؟ الخصم 10% لمده اسبوع. لمده اسبوع. خصم 10% لمده اسبوع في مركز الذكوره، واهو صوروا بسرعه 10% نلحقهم. شكرا جدا يا دكاتره، الف شكر، شرفتوني وانستوني، وربنا ينفع بعلمكم. ان شاء الله نتقابل بكره الساعه 4 على قناه المحور وبنت البلد. سلام عليكم.